أخبار الرياضة في جولة ون. قال مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني إنه لن يجازف بإشراك نجمه المصاب ليونيل ميسي أمام باراغواي السبت المقبل في تصفيات كأس العالم 2026، خاصة أن الأرجنتين ستلعب بعد 4 أيام أمام بيرو. نال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي الدكتوراه الفخرية من جامعة بارما الإيطالية في علوم وتقنيات النشاط الحركي الوقائي والمكيف بناء على توصية من قسم الطب والجراحة في الجامعة. يحقق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في إمكانية تورط لاعب يوفنتوس نيكولو فاجيولي في قضايا مراهنات بعد أسبوع من سقوط لاعب الفريق بول بوجبا في اختبار كشف المنشطات. أعلن لاعب ريال بيتيس نبيل فقير جزائري الأبوين وفرنسي الجنسية دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، وقال إن الشعب عانى من الفصل والتمييز العرقي لفترة طويلة ولتعود العدالة والسلام. قال مصدر من الاتحاد المغربي لكرة القدم لون إن لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز يقترب من تمثيل منتخب المغرب بعد أن أعطى موافقة مبدئية للمدرب وليد الرجراجي. فسخ نادي تحيل القطري عقد المدرب الأرجنتيني هرناني كريسبو بالتراضي على خلفية سوء النتائج. اختارت يومية غارديان البريطانية الجزائري مسلم أناتوف مهاجم مولودية الجزائر والمغربي عبد الحميد آية بودلال في قائمتها السنوية لأفضل 60 موهبة كروية حول العالم. ختام الجولة، إلى اللقاء.